وفي الحديث أن رجل اعتدى على امرأة وفعل معها ما يفعل مع الرجل مع امرأته، غير أنه لم يجامح، وأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو ندمان على ذلك. عمر الخطاب ماذا قال وهو يسمع؟ قال: هل سترت نفسك إذ سترك الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، ها، لا تقول ذلك؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على ماذا؟ على أن الأفضل واحد حتى لو تاب، ها، يحدث بما فعل أو لا يحدث؟ لا يحدث. خلاص أنا عرفتك هكذا، ما شاء الله شكل جميل، ملتحيتك أنا حلو، لا تأتي وتفتح صفحتك السابقة تقول: أنا قبل أستقيم كنت أفعل فواحش، وكنت أسرق، وكنت نصاب، وكنت من أمرك بذلك؟ الله عز وجل إيش يحب؟ الستر. وألزم ما يعني أولى من تستر على من؟ تستر على من؟ على نفسك. فعلت هذا بينك وبين ربك، والآن عرفتك أنا ما شاء الله بهذه الصورة الحسنة في المسجد ولا في الدرس. لا تقول كنت أفعل وكنت أفعل. بعض الناس ربما يأتي ببعض التائبين، ها، واحد مدمن ولا واحد فاعل وفاحش، ويقول: قل قصتك، قصة توبتك. وله أمام التصاوير وأمام الناس يقول توبته. يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا وجد عند الناس في الغرب من المسلمين، الجماعات هذه يأتي يقول قصة توبته بفلوس، ها، هناك محاضرات وكذا، شو في بعض محاضرات كبيرة وفي كراسي حضور ورجال ونساء، هذا يدخلون مثل ما يدخلون أي مسرحية أو أي سينما أو أي بتذاكر، حتى المحاضرات، حتى هذا اللي يأتي يقول توبته يكتب عقد بينهم لا يوقع المحامي إن أنا أقول توبتي وكذا وموضوع محاضرتي تدفع لي الكثر. هذه مما ابتلي به المسلمون. كان مشايخنا يقولون إيش؟ علم مجانا كما تعلمت مجانا. تعلمنا مجانا، علم مجانا. وتأتي تقول حق الناس يدفع فلوس و... طيب واحد ما عنده فلوس ما يدخل يسمع يسمع المحاضرة؟ سبحان الله العظيم. أنبياء كانوا يقولوا قام إيش؟ وما أسألكم عليه من أجر. المهم أن يقص توبته ويسمعون الناس بفلوس، هذا خطأ. تبت استر على نفسك أول حتى أول. من قالك أن أول تعال إيش افضح نفسك؟ فهذا الرجل لما قال فعلت وفعلت، قال عمر: هل سترت نفسك قد سترك الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش أخوان أقر عمر، ها، على أن لا يتكلم. ما قال لا يا عمر. ثم هذا لو تكلم وعرف الناس عنه، ترى بعض الناس ماذا يفعل؟ ها، يحتفظ بهذه المعلومة، ربما إيش عيره ذات يوم، قال أصل أنت نفسك معترف أنك أنت قايل أنك كنت نصاب، أنت قايل عن نفسك أنك كنت إيش صاحب فواحش، يوم تقول لي ذاك يوم إيه بس أنا تبت، صح تبت، بس كنت نصاب أنت باعترافك. ما الذي أخبره؟ ما الذي أخبره؟ هذا نفسه أخبر عن نفسه. لماذا؟ ثم أن بعض الناس حتى لو تبت الله عز وجل يأخذ منك موقف، صح؟ يعني واحد كان يفعل فواحش، لا علاقات محرمة، ثم جاء يخطب، ذاك في نفسه يقول هذا نفسه قايل إن له كان إيش له علاقات محرمة وكان أصحاب من أصحاب الخمور، يمكن يرد مرة ثانية، صح؟ أسلم لي أزوج واحد إيش ما سبق أنه كان مدمنا أو كان سكيرا أو كان فاحشا، صح ولا لا؟ ما الذي جعل الناس ما يزوجونك؟ ها، لسانك أنت قلت عن نفسك. ما الذي دعك إلى هذا؟ فالله عز وجل ما أمرنا بهذا، بل أمر أن نستر على أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، حديث الصحيحين، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المجانة أن يبيت الرجل يستره الله ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا. ربك ساترك، ليش تحدث؟ بل بلغ في الناس منهم من ماذا يفعل؟ يفعل ويصور نفسه وهو قائم يفعل الفاحشة أو المنكر، يصور نفسه بعد. هذا كله من الباطل، من فتن هذا الزمان. ما اكتفى أنه عصى الله عز وجل،
ما اكتفى انه حدث، لا يصور وينشر، نسال الله العافيه. هذا حتى اذا جاء يتوب، وربما يتوب الله عز وجل، لكن ما زالت ايش؟ صوره السابقه يتداولها الناس. هذا غلط، وغلط كبير جدا. طيب اذا استر على نفسك، لكن هنا السؤال، ما معنى كل امتي معافى؟ هل يعني واحد فعل الفعل الفاحش المنكر بالسر معافى؟ يعني لا اثم عليه؟ الجواب كلا. حتى لو واحد فعل سرا من المعاصي اكيد عليه اثم. اذا ما معنى معافى؟ قال الشيخ العثيمين يعني معافى من كلام الناس. ما يقول عن الناس ايش؟ الفاحش، الزاني، السارق، الغشاش. فهو ايش؟ ما لم يتحدث وقد ستره الله، الناس ما لها الا الظاهر. لكن اذا هو ذهب ويفضح نفسه وقال فعلت وفعلت، هل سيتكلم به الناس ولا لا؟ سيتكلم. من اخبرهم؟ هو اخبر عن نفسه، فالناس يخبرون. فليس معنى معافى انه لا باس عليه ما لم يظهر منكره، ففي السر يرتكب المنكرات وفي العلن لا. لكن ايهما اهون؟ الذي يرتكب المنكر في السر والعلن، ولا الذي يرتكب في السر وفي العلن ما شاء الله محترم وصلي في المسجد، وفي السر لك عليه عنده، ايهما اهون شرا؟ اللي في السر والعلن، ولا لا في العلن ما شاء الله عليه وفي السر؟ ها سؤال صعب شوي، اجاوب عليه ابو صقر. من واحد؟ انا ما اعرف اي واحد ولا الثاني. ابو صقر، يلا ابو صقر. يستر على نفسه، صح ولا لا؟ صحيح. على الأقل هذا إيش؟ ما زال فيه حياء من الله ومن الناس، تغلبه نفسه فتزل قدمه في السر. لكن ما بعض الناس هكذا يصور للشيطان، أنا ما أخاف من الله، أخاف من الناس. يعني أنت مستأنس مبسوط أنك ما تخاف من الله؟ أنت بهذه الحالة ماذا تفعل؟ تشجع غيرك على المنكر. لأن الناس إذا شاف هذا يفعل هذا يفعل، قال يعني إيش؟ لست وحدي، صح؟ كل الناس تفعل. إذا تعروا تعرى معهم، لكن لو رأى نفس الناس ما يفعلون ذلك، حتى لو كانوا في السر يفعلون لكن بالظاهر ما يفعلون، فإن حين النساء ما تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. لا يحب الله الجهر من السوء والقول إلا من ظلم. فالمجاهرة هذه سيئة جدا. الشيطان يقولك ماذا؟ يقولك يعني أنت تخاف، ما تخاف من الله وتخاف من الناس. ما العمل حبيبي؟ العمل انك انت تتوب الله عز وجل وتخاف من الله وتستحي من الناس، هذا العمل. مش العمل لا خلاص خليني لا اخاف من الناس، لا استحي من الناس ولا اخاف من الله، فروح اجعلها ايش؟ سرا وجهارا. اجعلها سرا واجتهد، اجتهد على نفسك مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحتاج مجاهدة النفس، جاهدة على أن تترك المنكرات في السر والعلن. مش أنك تترك تفعل في السر والعلن، بما أني ما أنا مستطيع أمسك نفسي في السر فخلينا أفعل المنكر ماذا؟ في السر والعلن. الشيطان هكذا يخطط. واحد يكلمني قبل قليل برا الكويت، يقول يعني دائما أشعرني إذا صليت رياء رياء رياء. طيب بعدين قال عشان مو رياء تركت الصلاة. خوش حل، هذا حل اصلا. انت تقول فيك وسواس، الشيطان ايش يقول لك؟ تصلي رياء رياء رياء، بعدين ها يعني لما صليت انت ماذا فعلت؟ ماذا اطعت؟ ما الذي الشيطان يامرك تصلي ولا يامرك تترك الصلاه؟ تترك الصلاه. يعني لا تجعل نفسك بين حلين لا ثالث لهما، اما اصلي مخلص لله عز وجل او اترك الصلاه. في حل ثالث وهو ان تصلي مخلص لله. رياء ما في اصلا. شوف اذا ما كان عندك هذا الاحساس، انا مراعي ولا لست مراعي، انا مخلص ولا لست مشرف، هذا انك ما انت مخلص. لان ماذا يا اخوان؟ المنافق لا يشعر بنفسه انه، بالعكس المنافق غرى نفسه. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن، ما قالوا صالحين، قالوا انما نحن مصلحون. ما يبالي اصلا هذا. ذاك المسلم اللي شفنا اللي دائما على باله ماذا؟ أنا مخلص ولا مش مخلص، مجاهد مخلص ولا مخلص، يجاهد نفسه يجاهد نفسه يجاهد نفسه. أما اللي ما يشعر هذا دليل على نفاقه أصلا. فالخلاصة أن المسلم أن يجتهد، يترك الصغائر والكبائر، ويأتي بالحسنات الماحل السيئات، ولا يفضح نفسه كما أنه لا يفضح غيره،
وإنما يجتهد في طاعة الله عز وجل. فيرجى لكل مسلم أن إذا عمل بمثل هذه الأحاديث أن يغفر الله له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه، سواء إيش؟ الصغائر أو الكبائر. فإن كانت هذه الأعمال يغفر الله بها الصغائر دون الكبائر فحمد لله، فبها ونعمت أيضا تربحان، لأن هذه الصغائر إذا اجتمعت تصبح ماذا؟ كبائر. صغيرة على صغيرة على صغيرة على صغيرة، شفت ماذا تصبح؟ تصبح كبيرة، كما قيل إن الجبال من الحصى ومعظم النيران من مستصغر الشرر، حتى قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إياكم محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما نضجوا عليه خبزهم، يعني يشعلوا نار وخبزوا عليها، من أين هذه النار؟ هذا بعود هذا بعود فأشعلوا نارا. فأنت لا تستهتر بالصغائر، لا تستهتر بالصغائر، بل أن هذه الصغائر إذا استهتر بها الإنسان صارت كبيرة، لأن صاحبه مستهتر بها. فذنب على ذنب على ذنب، ولكن ماذا تفعل؟ تجتهد في ترك الصغائر وتأتي بالحسنات الماحل السيئات، كالصلوات الخمس، كالعمرة إلى العمرة، كقيام رمضان صيام رمضان، قيام ليلة القدر، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن.